السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رأينا في دروس سابقة وفيديوهات سابقة كيفية فتح كونفرنس جديدة وإضافة الأشخاص الذين ترغب في التواصل معهم، ولكن في هذا الفيديو سأتحدث عن كيفية إضافة عدد كبير من الطلبة. مثلا لدي هنا بالنسبة للطلبة أو أي شخص هو مدعو على كونفرنس جديد، ستظهر له هنا الكونفرنس أو الحصص التي هو بصدد الاطلاع عليها. بالنسبة للأستاذ يمكنه فتح كونفرنس جديدة أو حصة جديدة بالضغط على جوان أو ستارت ميتينج. هذه الطريقة من هنا لن تسمح له باستدعاء أكثر من 10 أفراد دفعة واحدة. بالتالي إذا أردت مثلا استدعاء عدد كبير من الطلبة كما هو الشأن لدي هنا، لدي 1095 طالب، كيف يمكنني استدعائه؟ مؤخرا قامت الجوجل بفتح الجوجل ميت وتحويله إلى البريميوم، أي يمكنك استدعاء أكثر من 250 ألف، لأنها كانت مقتصرة على 250، وأكثر من 250 ينبغي أن يكون عند نفس الدومين. مثلا هذا تابع للUSMBA، بالتالي يمكنني حتى 100 ألف فرد، يعني يمكنني استدعاء حتى 100 ألف فرد دفعة واحدة على هذا الدومين. يمكنني استدعاء هؤلاء الطلبة من خلال الكالندر. إذا سأقوم بتحديد حصة، ما مثلا لدي حصة يوم الاثنين، نفترض أن لدي حصة يوم الاثنين مانداي 13، هذه الحصة ستكون لدي حصة على الساعة الثانية بعد الزوال، هنا الثانية بعد الزوال سأسميها هذه حصة، حصة مثلا نظم معلومات الجغرافيا. هذا حدث، أضغط على More Options لتعديل هذا الكونفرنس، لتعديل هذا الحدث. هنا بالنسبة لهذا الكونفرنس سأضيف هنا الكونفرنس، سيكون لدي كونفرنس هانجوت اب تو هنا هانجوت، إذا سأضيف هذا الكونفرنس. بالنسبة للوقت، من تعديل الوقت سيكون من الثانية إلى الثالثة، بمعنى أنه في حدود الثالثة، يعني أن الأفراد الذين سيأتون بعد الثالثة لن يستطيعوا الدخول، أو الأفراد الذين سينقطع لهم الاتصال بعد الثالثة لن يستطيعوا الرجوع مرة أخرى إلى هذا الكونفرنس. بالتالي يمكنني فتح جعل هذه الحصة في مدتها ساعتين أو أكثر، ممكن أن أضع حتى 3 ساعات. بعد ذلك أقوم باستدعاء هؤلاء الطلبة. إذن سأقوم بنسخ هذه سأنسخ البريد الإلكتروني للطلبة، ثم أعود إلى الكالندر، ثم أضع كولي باست. بحكم أنه لدي عدد كبير، إذا يجب الانتظار. نلاحظ أنه أعطاني بهذا الشكل، أضغط على أنتري أنتر ثم أنتظر، ريثما يقوم بإضافة جميع هؤلاء الطلبة. لاحظ أنه قام بإضافة جميع هذه الإيميلات، يعني كما تلاحظون
العدد كبير، يمكنني بالنسبة للرسالة التي ستصلهم يمكنني كتابة تعليق خاص على هذه المحاضرة أو على هذا الدرس، بالإضافة إلى المرفقات التي يمكن أن أضيفها للعمل عليها، مثلا كبعض التمارين، بعض التطبيقات التي يمكن العمل عليها بشكل مباشر حتى يكتمل الدرس بشكل جيد. هنا في حالة ما إذا أردت مثلا أن يتكرر هذا العمل، مثلا هذه الحصة سأكررها كل أسبوع، ستصبح بهذا الشكل يعني كل أسبوع، أو يمكنني تحديد هذه الحصة على مراحل أو أيام متعددة. بعد الانتهاء من هذه الإعدادات يمكن الضغط على Save، وستصل رسالة على البريد الإلكتروني لجميع الطلبة الذين تم استدعائهم. كما يمكن مشاركة رابط المحاضرة الخاص بالجوجل ميت، مشاركته مع الطلبة عن طريق الفيسبوك أو عبر الموقع أو عبر المودل، ليتمكنوا من الدخول إلى هذه المحاضرة، مع الإشارة إلى أن الطلبة الذين لم يتم استدعائهم سينبغي أو سيتطلب قبول دخولهم إلى هذه المحاضرة. أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح ومفهوم، على أمل اللقاء بكم في درس آخر بحول الله تعالى. كان معكم جمال شعوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.